هلو جايز، ازيكم؟ لونج تايم نو سي، بقالنا كتير ما تقابلناش. النهارده مش بس هنتقابل، النهارده هنتقابل في سربرايز او مفاجاه جديده، ان احنا هنرجع نكمل حلقات انجليزي من الصفر. هنرجع نكمل حلقات انجليزي من الصفر لانكم طلبتوها مني كتير جدا، ولكن بسبب اني عديت بظروف كتير قوي الفتره اللي فاتت فكنت فعلا موقفاها. النهارده هنكمل بدايه من الحلقه ال 11، وتقدر ترجع في اليوتيوب على الشانل تتفرج على باقي الحلقات من الحلقه الاولى. الحلقه الاولى كانت عامله 1.5 مليون مشاهده، تقدر تتفرج عليها في من الحلقه الاولى لحد الحلقه العاشره، وتيجي بقى نبدا في الحلقه ال 11. حتى لو انت ما شفتش ايه الحلقات اللي قبل كده، حلقات منفصلة عن بعضها، فلما تبدأ برضو من الحلقة 11 مش هتحس ان ناقصك اي حاجة اصلا. النهاردة في الحلقة رقم 11 هنتكلم عن جمل بتقولها لأي حد اول مرة بتقابله، او لو حد بتقابله في اول اليوم، او اول كلام مع اي حد لما بتقابله بيبقى عامل ازاي بالانجليزي. الحلقة بسيطة وسهلة وجد مش هتحس بيها. عادة لما بتشوف حد انت ما تعرفوش بتقول له هلو. طيب يا سيدي شكرا كفايه. لو حد تقريبا تعرفه او الدنيا بينكم كاجوال بتقول هاي. لا شيء. هاي او هلو زي السلام، السلام عليكم بس بالانجليزي. لو انت الصبح بتقول جود مورنينج، جود مورنينج. لو انت بعد الظهر بتقول جود افترنون، جود افترنون. لو انت مساء بتقول جود ايفنينج، جود جود ايفنينج. evening حرف الجي مش بنسترس عليه، مش بنضغط عليه، فبنقولها good evening او قولها باي طريقه، المهم تقرب لنطق الصح. لو بتتمنى لحد يوم حلو good day، good day. لو عايز تقول لحد ازيك، الطبيعي الطبيعي ان انت بتقول how are you، how are you، how are you. بقصد بالطبيعي ايه اللي هو السيمبل البسيط اللي اتعلمناه في المدارس من واحنا صغيرين، how are you. طيب هل الناس بتتكلم بالشكل ده في اللغة العامية بالانجليزية ولا بيقولوا بطرق تانية؟ لا بيقولوا بطرق تانية. طب ايه هي الطرق التانية؟ ركز معايا. لما انت بالمصري بتقابل حد بتقول لحد كيف حالك، ولا بتقول له ايه الاخبار، الدنيا عاملة معاك ايه؟ الجمل دي زي نقولها بالانجلش، مثلا زي how is everything، how is everything، how is everything. حاول تقولها ورايا، how is everything، how is everything، how is everything. برضو من الطريقه العاميه تاني اللي ممكن تقول بيها ازيك، ايه الاخبار، عامل ايه، اخبار الدنيا معاك ايه، what's up، what's up. بس مش بنقولها what's up، بنقول what's up، what's up. ممكن تقولها what's up، وممكن تقول what's up، وممكن تقول what up. طرق كتير، اختار الطريقه المناسبه ليك واللي سهله عليك، وقول واتس اب مش واتس اب، لان واتس اب ده الابلكيشن اللي بنعمل عليه تشاتنج، لكن ده اسمه واتس اب، واتس اب مش واتس اب. لما تكون ما شفتش حد بقالك كتير بتقول له لونج تايم نو سي، لونج تايم، لونج تايم نو سي، يعني يا عاش من شافك يا راجل، long time no see. لو عايز تستأذن حد بشكل شيك بتقول excuse me، excuse me، من فضلك، بعتذر، لا مؤاخذة، excuse me، excuse me. بس مش بعتذر اللي هو sorry، يعني مش تقول لحد sorry excuse me، لا excuse me اللي هو ممكن تعديني مثلا، excuse me، أو excuse me ممكن آخد حاجة، excuse me، لا مؤاخذة. لما بتيجي تقول لحد اهلا وسهلا اسمي كذا بتقول هلو ماي نيم از، هلو ماي نيم از، هلو ماي نيم از ماي. لما بتيجي تقول لحد سلام بتقول له باي، باي باي باي، جود باي، جود باي، جود باي. او ممكن تقول يلا اشوفك تاني، اشوفك تاني دي اسمها سي يو ليتر، سي يو ليتر، see you later او see you later. later هو حرف T ما بين two vowel letters او حرفين متحركين، فبننطقه light D.
مش لازم تنطق كده خالص، ممكن تقول سي يو ليتر عادي، يعني اشوفك مره ثانيه ان شاء الله. لو عايز تقول لحد يلا اشوفك بكره هتقول سي يو تومورو، سي يو تومورو. لو بتقول لحد يلا بقى نتقابل تاني او اشوفك تاني او نتقابل مره ثانيه، ليتس ميت اجين، ليتس ميت اجين، ليتس ميت اجين. لو بتتمنى لحد يوم حلو بتقفل مكالمة او هتسيبه وتمشي فبتقول له have a good day، have a good day او have a good night. لو احنا بالليل خلاص وهو بقى ايه ممكن possibly هيخش ينام بعد ما نقفل المكالمة فبتقول have a good night، have a good night. وممكن تقولها من غير have، have a، ممكن تقول good day زي ما قلنا في الاول وممكن تقول good night. لو بتسأل حد عن يومه، ايه يومك كان عامل ازاي، how was your day، how was your day، ها ايه جديدك، what's new، what's new، what's new. لو عايز تسأل حد تقول له هي ايه اخبار الحياة، how's life، how's life، how's life. لو عايز تقول لحد انا مبسوط جدا ان انا قابلتك، nice to see you، 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 nice to see you. حاول تقول ورايا nice to see you، مش بنقول to، nice to see you. متأكدة إن بنقول صح. أو nice to meet you، nice to meet you. لو عايز تسأل حد إيه يا ابني الدنيا عاملة معاك إيه، إيه كنت عامل إيه، عامل إيه، how have you been، how have you been، how have you been، good job. لو في مجموعة أنت داخل على مجموعة وعايز تقول hello لكل الناس، مش هتقول hello 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 hello، ممكن تقول hello everyone، hello everyone. لو عايز تقول تسأل حد ايه حاسس بايه، ايه الاخبار، عامل ايه، how are you feeling، how are you feeling. زهقت بقى، زهقت وعايز تمشي فبتقول ايه، I have to go، I have to go، انا لازم امشي. وبكده بيكون I have to go فعلا. انا خلصت الفيديو، حضرتك استفدت ان شاء الله، باذن الله تكون استفدت، اتمنى اكون فدتك. استنوني في الحلقة التانية من انجليزي من الصفر وحلقات ان شاء الله بشكل مستمر. شكرا جدا ليكم واتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة، واستنوا الحلقات التانية ومتنسوش تراجعوا الحلقات القديمة علشان نبقى على نفس التراك. هتحس انه كل حاجة واحدة واحدة مهما كانت بسيطة بتأثر معاك، الموضوع هياخد وقت، ما تستعجلش. بقى لك كتير بتتكلم عربي، انت بس بدأت تتكلم انجليزي دلوقتي او لسه بتذاكر. اشوفكم الحلقة الجاية، باي.